الفيديو ده انا مش محضر له سكريبت، حرفيا لسه سامع خبر كده معين فقلت اطلع اتكلم فيه قدام الكاميرا وزي ما تيجي بقى. دلوقتي الممثل كريس ايفنز طلع في تصريح وقال ان بعد منع فيلم باز لايتير بسبب المشاهد المثليه في الوطن العربي، قال ان العرب دول اغبياء واننا كده كده هننقرض مثل الديناصورات، وانهم لازم يكملوا مسيرتهم في الدفاع عن حقوق الانسان المهدوره، واننا عافيه عافيه هيجي علينا وقت وهنتقبل موضوع التجسيد المثلي في الافلام عندنا. طيب انا حابب اتكلم هنا من منظور اخلاقي مش من منظور ديني، بمعنى ان انا هبعد عن الدين على قد ما اقدر عشان اكلمه بلغته. دلوقتي انت كمجتمع غربي مؤمن ان انت حر ما لم تضر، اللي انت تمتلك الحرية المطلقة اللي انت تعمل اي حاجة انت عايزها طالما مش بتأذي حد ولا بتهين حد، وان المثلية الجنسية دي مجرد ميول جنسية عادية جدا زيها زي الهيتروسيكشوال او الراجل اللي بينجذب لبنت وبنت بتنجذب لراجل، واننا كمجتمع المفروض نتقبل ده زي ما انتوا تقبلتوه. انا متفق معاك في جزء من كلامك، اللي انت فعلا حر كمجتمع اللي انت تعرض اللي انت عايزه. انت كده كده مجتمع مع احترامي مجتمع فاجر، مجتمع ما عندكش قيم ولا اخلاق، مجتمع بيعترف او ملته الوحيدة هي القانون مش الدين. وانا في القانون الدولة بتاعتي كمصر او الوطن العربي عموما منعين حوار المثلية ده، وانا كمواطن المفروض احترم القانون ده، وانت كواحد بتصدر الافلام بتاعتك ليا المفروض تحترم القانون ده برضو. انا ما طلبتش منك اللي انت تحذف الفيلم، ما طلبتش اللي انت توقف مثلية في اعمالك، ما هنتكش ما شتمتكش ولا طلبت وعملت دعوة اللي احنا نقتل كل المثليين مثلا في المجتمع بتاعك، انتوا احرار. كل اللي طلبته منك اللي انت لما تيجي المجتمع عندي تحذف اللقطات او المشاهد الجنسية اللي انا مش عايزها في الفيلم عندي في دولتي في مكاني. انا حتى ما منعتش الفيلم، انا اللي طلبته اللي انت تحذف المشاهد بس، انت رفضت تحذفها. هنا كان الخيار او الحل الامثل بالنسبه لي اللي انا امنعه، لان انا مش هعرض اطفال لحاجات ممكن تاثر على تفكيرهم قدام او يعتبروا الموضوع ده حاجه عاديه جدا ويتقبلوها. هتقول لي يا عم طالما انت واثق من نفسك وراجل بتحب البنات، المشاهد الجنسيه المثليه هي اللي هتخليك تقلب تحب رجاله؟ الفكره مش في كده، واي حد يكلمك بالمنطق ده راجل جاهل متخلف، ما تتناقش معاه. الفكره في المبدا نفسه، انا ماليش دعوه بميولي، ميولي عمرها ما تتغير، طول ما انا بنجذب للبنات هفضل منجذب للبنات. الفكره لما اشوف المشاهد دي واشوف رجاله بيعملوا علاقات مع بعض او بيبوسوا بعض او بيحضنوا بعض او بيحبوا بعض، هيبتدي يخش في عقلي الباطن ان الموضوع عادي. فيها ايه؟ فيها ايه لما اشوف المشاهد دي كتير؟ فيها ايه لما اتقبل الناس دي؟ فيها ايه لما دافع عنهم؟ فيها ايه لما نادي بحقوقهم؟ طالما انا تقبلت الموضوع ده واعتبرته عادي بالنسبه له، يبقى انا اتخليت عن كل حاجه، اقدر اتقبل اي حاجه بعديها. كده انا فقدت هويتي كمواطن مصري مسلم، ده غير اصلا من مبادئ واساليب الديمقراطيه او الليبراليه المزعومه والمثاليه المزيفه اللي انت بتدعي بيها، انك بتقول ان انت ما ينفعش تهين حد عشان ميوله، ما ينفعش تقل من حد عشان دينه او جنسه او نوعه. انت مش بس رفضت ان انت تمنع المشاهد دي، انت اهنتني بشكل شخصي، انت وصفتني براجل غبي، راجل هنقرض، جاهل ومتخلف، وده ستيريوتايب وقمه في العنصريه والجهل. انت عنصرت عليا لمجرد ان انا مؤمن بدين معين، الدين ده في حاجات انت مش متفق معاها فيها. انا مش بطلب منك ولا بروح مثلا في الاعمال والمسلسلات اللي انا بعرضها وبقول لك غير قانون دولتك، ما بقولكش امنع الزنا، ما بقولكش امنع المثليه، ما بقولكش امنع الخمره، ما بقولكش كل الكلام ده، لان انا ماليش دعوه بيك، مش بهينك، مش بقل منك، رغم ان الحاجات دي عندي ممنوعة وحرام. الفكرة في المغالطة اللي انت عملتها، انت حاولت تبان قدام العالم اللي انت راجل بتدافع عن حقوق الانسان، اللي انت راجل حر، اللي انت راجل مثالي، وفي نفس الوقت اتعديت على حقي في اختيار ايه اللي يتعرض عندي وما يتعرضش. انت حرفيا عايز تسلبني من حقي في الاختيار، انت فاهم؟ انت بتعاملني بالظبط على اني خروف او كلب، المفروض اتبعك بوجه اعمى واصدق كلامك بالحرف، لان اي كلام غير كلامك غلط والمفروض ما اقتنعش بيه. عملت نفسك على انك فوقية، واللي انت بتوجه او المرشد بتاعي واللي انا طفل صغير المفروض اتعلم منك وامشي وراك. قتلت حرفيا اي وجهات لاختلاف النظر، ولا اما تمشي في طريقي لا اما تذهب للجحيم زي ما بتقولوا في الافلام الاجنبي عندكم. هل من ضمن مبادئ الحريه اللي انت بتقعد تنادي بيها وترغي فيها كتير قوي اللي انت تمنع الانسان من انه يختار الحاجه اللي يشوفها وما يشوفهاش، اللي انت توصفه بالجهل والتخلف في انه مش عايز حاجه معينه؟ افرض الفيلم ده ما فيهوش مشاهد مثليه، افرض الفيلم ده فيه اي حاجه انا مش عايز اشوفها، ليه تمنعني في حقي في ان اختار اشوف ده وما اشوفش ده؟ هل كل البشر سواسية؟ كل البشر بيفكروا زي بعض؟ كل البشر مؤمنين او متابعين دين معين؟ اكيد لا. ليه ما نحترمش بعض؟ ليه ما نقدرش اللي انا عندي حاجة دي غلط والمفروض ما اعملهاش فخلاص ابعد عنها وابعد عن النقاش فيها؟ ليه ما نحترمش اللي انا كواحد مثلا بوذي مقتنع ان مثلا البقرة دي مقدسة، الهندوسي، ان البقرة دي مقدسة، ليه اروح قدامه اقول له البقرة دي مش مقدسة واتبعها؟ طب ما انا كده مش محترمه، ازاي اخليه يحترمني؟
ازاي اخليه اصلا يقتنع ان انا كويس؟ والبجاحه مش في كده، البجاحه اللي انت بتقول التصريحات دي وبتنادي بالمناداه دي وبتوصفنا بالاخبياء. يعني كان ممكن مثلا ان انت تسكت، كان ممكن ان احنا نمنع الفيلم وانت ما تردش، خلاص الموضوع اتقفل على كده. لا، انت طلعت شتمتنا، وبعد كل ده متوقع ان احنا هنشترك مثلا في منصه زي منصه ديزني بلس، نفس المنصه اللي حرفيا كل الممثلين فيها بيهنونا كعرب. لو اتكلمنا عن وضع هوليوود والصين، الصين حرفيا تم تغيير مشاهد كتير جدا في الافلام بتاعه ديزني لما تناسب افكار وسياسه الصين، زي مشهد في ايرون مان الجزء الثاني تقريبا، حطوا دكتور بيعالج ايرون مان صيني وبيقولك قد ايه ان الطب الصيني متقدم وقد ايه الناس دي عندهم حرية وعندهم مبادئ وانسانية وقد ايه انهم مثقفين وعلماء والكلام ده كله لمجرد ارضاء الصين عشان الفيلم يتعرض في الصين. افلام كتير قوي بيبعدوا فيها عن مناقشة الافكار الشيوعية الصينية وعن الدين بتاعهم عشان ما يخلوش الصين يمنعوا الفيلم عندهم في الدولة بتاعتهم، لان الصين اكبر دولة بتدخل لهوليوود فلوس، فانت محترمهم عشان هم بيدخلوا لك فلوس، بس مش محترمنا عشان احنا كعرب بندخل لك فكة ما عندناش فلوس. ارباح التذاكر في الوطن العربي كله لو جمعناها ما تجيبش 50 مليون دولار او 60 مليون دولار في فيلم ممكن يكون معدي ارباحه المليار دولار، فاحنا بالنسبه لك ولا حاجه، فعادي لما تدوس علينا وتكسب بونت على حسابنا اقول انهم جهله ومتخلفين عشان اخلي المثليين يرضوا عني في الدوله بتاعتي وما يعملوش مظاهرات واحتجاجات، فاحنا بالنسبه لك مجرد كبش فداء بتمرر بيه افكارك عشان تطلع قدام العالم بمظهر الملاك اللي هينقذهم. والموضوع ده ما بقاش ليه لازمه قوي في وقتنا ده، وحرفيا الناس ما بقتش تصدقه ولا تبلعه. امريكا اللي قايمه بدور الفارس النبيل منقذ العالم، خلاص الكلام ده كان زمان، دلوقتي العالم يمان بقى شايفك على حياتك حرفيا، عارف قد ايه انت انسان قذر مستعد تعمل اي حاجه عشان توصل للي انت عايزه. لو العالم كله صحي الصبح وقالوا احنا بنكره المسلمين وعايزين نقتلهم، هوليوود حرفيا هتغير مبادئها في يوم وليله وهتعمل افلام بتطلع المسلمين بمظهر الشيطان وبتهنهم بابشع الطرق. فانتوا ماشيين ورا اللي بيمشي فيه الجيل ده او العصر ده وبتركبوا الترند بشعارات مزيفه محدش بقى يصدقها وملهاش اي 30 لازمه. انا ما عنديش مانع، انا مش عايز اخش في مواضيع كتير، مش عايز اهري كتير، انت حر تعمل اللي انت عايزه امان. عايز حرفيا تعمل شهر برايد طول السنه وكل السنه، عايز تغير الجندر بتاعك من ذكر وانثى الكلب بلدي، براحتك انت حر، ما تفرضش ده عليا، ما تشتمنيش لما اكون رافض ده، ده حرفيا ضد الف ب حريه اللي انت بتنادي بيها. هو الانسان بتقول ان كل راجل او ست محر ليهم الحريه المطلقه انهم يؤمنوا باللي هم عايزينه ويقولوا اللي هم عايزينه طالما ما بيهنوش حد. حاجه اخيره حابب اقولها، الاديان السماويه كلها حرفيا مش بتعترف بالمسيحيه وضدها قلبا وقالبا، سواء الدين المسيحي او اليهودي او الاسلامي، مش المسلمين بس. فاللي بيعملوه هوليوود ده ملوش علاقة بالدين المسيحي اصلا، دي مجرد افكار علمانية ليبرالية بيحاولوا يدسوها وسطينا، معرفش ليه، احنا مش هنبقى زيكم، مش هنبقى شبهكم. المواجهات اللي احنا بنعملها بالنسبة لكم مثيرة للشفقة، وبالعكس بتكسبوا منها من وراها كتير. لما احنا نمنع الفيلم عندنا تطلعوا تصيحوا وتقولوا دول متخلفين وجهلة، والاخبار تنتشر اكتر وامريكا تظهر بدور الملاك اكتر واكتر، بس ده مش مهم، ده مش هيفرق، لان في الاول وفي الاخر الناس عارفه اللي فيها، الناس عارفه، الاجانب نفسهم عارفين اللي انتوا حرفيا بقيتوا حشرين في كل افلامكم الاجندات السياسيه البيض بشكل فج عشان ترضوا كل الاطراف. الريفيورز الاجانب خلاص بقوا شايفين ده وبينتقدوكوا كل يوم، ومع ذلك انتوا هتستمروا في عرض الحوار ده لغايه ما كل الناس تمتنع من انها تتفرج على افلامكم. بس الحاجه اللي انا مش عايزها مش عارضها، دي موضوع بسيط وسهل، وفي النهايه بعيدا عن الدين والهويه، انا كحقي كانسان عموما حتى لو انا ماليش دين، ان انت احترمني، اللي انت تقدر اللي انا مؤمن بحاجة معينة، ما تهنش الحاجة دي وما تهنيش معاها لمجرد اللي انا مؤمن بيها، ده ضد حقوق الانسان اللي انت بتنادي بيها. بس كده يا جدعان خلصت حلقتنا، على كده ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة، وتابعني على الانستا دلوقتي بعد اذنك يعني، وبيس.